ايش هي يا جماعه الجسمان؟ اتفضل يا فندم. متابعينا في كل مكان، متابعي موقع بصراحة، اهلا بكم في بث مباشر جديد. معكم انا محمد صالح محاضر الصحفي، وانا طبعا كان احنا متواجدين مع حضراتكم من مسجد الشرطة الشيخ زايد، حيث لحظة وصول جثمان الفنان الراحل صلاح السعداني داخل يعني السيارة، يستقر داخل السيارة طبعا اللي ظهر امام حضراتكم من خلال الغير لحظة الوصول، ومن المتوقع حضور ممكن بس انت ايدك وتكلمني بذوقك ممكن؟ الثانية جاية وراها يا جماعة، مش هي صح؟ هم رأسهم التندو زي بعض، لكن ده اللي فاهم جسمان. يعني طبعا هو دي بيبقى فيها المية والحاجة الساعة. السيارة التي يستقر داخلها جسمان الفنان الراحل صلاح السعداني الذي رحل عن دنيانا صباح اليوم الجمعة. بس هلا حطها في الاستاذ كبير عشان ما تقعش. بجري فيهم بطلون بيصفى. يعني من المتوقع اليوم حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، ونجل الفنان الراحل طبعا الفنان احمد السعداني، هو نجل الفنان الراحل صلاح السعداني. من المتوقع حضور اليوم داخل مسجد الشرطه رفقه جثمان والده، تشييع جثمان هنا من مسجد الشرطه بالشيخ زايد، ومن ثم دفنه الى مثواه الاخير. طبعا في الاخير بنقدم للاسره خالص التعازي، نسال المولى عز وجل ان يتغمدوا بواسع رحمته، وان يلهم الاسره جميعا مراحل الصبر والسلام. طبعا معاكم موقع بصراحه الاخباري في تغطيه حيه وكامله من داخل مسجد الشرطه، بنحاول نرصد لحضراتكم الصوره لحظه وصول جثمان الفنان الراحل صلاح السعداني الذي رحل عن دنيانا بعد صراع طويل مع المرض. يا محمد صاحبي. يعني طبعا انا متواجدين مع حضراتكم وصول الفنانه هنادي مهنا الى مسجد الشرطه المشاركة في صلاة الجنازة على الراحل صلاح السعداني. طبعا زي ما وضحنا لحضراتكم من المتوقع حضور عدد كبير من نجوم الوسط. بقالي يا فنان، يعني كلمنا كده لو حابب اتوجه كلمة اليوم في جنازة الفنان الراحل صلاح السعداني. الله يرحمه طبعا. الله يرحمه. كنت متابع حاجة صحية خاصة بيه في الأونة الماضية؟ طبعا يعني كان تعبان الله يرحمه، الحمد لله يعني هو راح عند الأرحم مننا كلنا يعني. يعني احنا طبعا عارفين ان في علاقه وصداقه مقربه تجمع بين حضرتك وفنان احمد السعداني. أيوه. هو النجم الفنان الواحد يعني. ايوه الله يرحمه. الله يرحمه. هو اصلا استاذ صلاح السعداني يعني ابونا. مش كان اخر تواصل امتى؟ يعني من قريب. الله يرحمه. طيب وبينا كده اخر حديث دار بينك وبينه يعني، او بينك وبين احمد السعداني على طول؟ الحلوه اللي دارت بينك وبينه. المواقف الحلوه يعني خيره علينا كلنا يعني. ده تعبان في ايامه الاخيره؟ اكيد طبعا. اهم الحاجات اللي وصلك بيها الله يرحمه يعني. شائعات كتير تم تداولها عن وفاة الفنان صلاح السعداني، وحقيقة كان الفنان أحمد السعداني منزعج تماما من هذه الشائعات. اه طبعا يعني شائعات سخيفة وأخبار بتبقى سخيفة جدا، إن أنت تبقى يعني تبقى شايف خبر وفاة والدك يعني وهو عايش يعني. يعني في البداية بنقدم الأسرة الفنية خالص التعازي البقالي يا فندم. طبعا لحظة وصول الفنانة هنادي مهنا كما ظهر أمام حضراتكم خلال البث المباشر. معلش اتفضلي اتفضلي. البقالي جاي يا فنان. يا جماعه يا اخوه الموبايلات، ارجو من سيادتكم الالتزام عشان محدش يزعل مننا.
بعد اذن حضراتكم واقفين في مكاننا عشان نشتغل. يعني طبعا انا متواجدين مع حضراتكم خلال لحظات اجوج من الجنازه، لحظه وصول اهل فنانه هنادي مهنا هي حرم الفنان احمد خالد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح. يعني لحظة وصول نقيب نقابة المهنة التمثيلية الفنان أشرف زكي. هيا فنان أحمد السقا. روح يا جدعان يا جماعه عايزين نشتغل يا جماعه يا بيه يا استاذ انا واقفه دي تهوش عليا يا جماعه بقول لك يا ابني انت ايه يا عم بتعمل ايه انت بتعمل ايه يا جماعه احنا بنصوركم انتوا يا عم انت بتجري كده يا عم يا باشا اللي ماسك موبايل والله ما خلى حد يتنفع اقف في حته يا باشا اقف في حته اشتغل في حته اشتغل في حته عشان نعرف اشتغل في حته عشان نعرف لا هو مش هنين ادب عليك اتكلم باحترام ايوه اشتغل في حته ما انا بتكلم ده ايه ده يعني لحظة وصول أهل فنان أحمد رزق رفقة الفنان أحمد السقا ونقيب نقابة المهنة التمثيلية الفنان أشرف زكي والفنانة هنادي مهنا. يعني هي سيارة أخرى سيارة سكنة. وسع بس وسع سيارة سكنة طبعا فيها جثمان الفنان الراحل صلاح السعدني. والفنان أحمد سعدني كما ظهر أمامكم من خلال البث المباشر. في شغل فيه مفتاح وفيه عزيان يا جدعان ده بس شايفين شغلكم برضه عايزين نشوف شغلنا